حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت أن أبا سعيد الخدري وعن سليمان بن موسى عن فلان وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها أن أبا قتادة أتى أهله فوجد قصعة ثريد من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حج فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم قال ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوه إن شئتم. قال حدثنا حجاج قال حدثني ابن جريج قال قال سليمان بن موسى أخبرني زبيد أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم. وقال في هذا الحديث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالآن فكلوا واتجروا وادخروا. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر نحو حديث زبيد هذا عن أبي سعيد لم يبلغه كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن عبد الله بن أبي نمر تميمين عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا لحوم الأضاحي وادخروا. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن علي بن حسين بن جعفر وأبي إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خباب مولى بني عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث. قال فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيامين. قال فأتتني صاحبتي بساق قد جعلت فيه قديدا فقلت لها أن لك هذا القديد فقالت من ضحايانا. قال فقلت لها أولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث. قال فقالت إنه قد رخص للناس بعد ذلك. قال فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان وكان بدريا أسأله عن ذلك. قال فبعث إلي أن كل طعامك فقد صدقت قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك.